تسير مشكلة البشرية التي طرحه رئيس الصين شي جين بينغ أدرجت في قرارات الأمم المتحدة. سعادة الصديق الرفيق كوي المحترم، إخواني أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إخواني أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، إخواني الوزراء، الأمناء العامون للفصائل، رؤساء البلديات، الفعاليات الوطنية والشعبية، رجال الأعمال ورجال المجتمع، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنقل تهنئة وتحيات فخامة الرئيس أبو مازن إلى الصين قيادة وشعبا، وإلى فخامة الرئيس شي جين بينغ بهذه المناسبة السعيدة. سعادة السفير، عندما نحتفل بالعيد الوطني 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، فإننا في فلسطين عدا عن احتفالنا مع شعب صديق، فإننا نحتفل بتاريخ طويل من الصداقة والعلاقات المتميزة بين الصين وفلسطين. فإذا كانت الصين قد احتلت مكانة رفيعة في العقل والذاكرة الفلسطينيتين بفضل دورها الريادي المبكر، ربما قبل أي دولة في العالم في دعم الثورة الفلسطينية والنضال الفلسطيني في النصف الأول من الستينات، فإنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن يكون احتفالنا معكم اليوم على أرض فلسطين. فهذا الاحتفال ما كان ليتحقق على هذه الأرض لولا عقود من النضال الفلسطيني الذي كان لدعم الشعوب والأمم الحرة ومساندتها وفي مقدمتها الصين أعظم الأثر في نجاحه في تحقيق الخطوات التي قطعتها الحركة الوطنية الفلسطينية على طريق التحرر والوصول إلى الحقوق المشروعة. إن احتفالنا معاً على أرض فلسطين هو بفضل انتقال الكيان الفلسطينية خطوة إضافية جسدها إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية التي كانت الصين دائماً سنداً أساسياً لها وعلى درب الوصول للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. الأخوات الإخوة الحضور، أخي سعادة السفير، نثمن عالياً الموقف الصيني حول الورشة الاقتصادية التي دعت لها الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، والتي تعبر عن فهم ورفض لمحاولة الالتفاف على الشرعيات الدولية ومحاولة استبدالها الأطر الدولية المتفق عليها عالمياً بتلك الورشة، والسعي لا لتجاوز الحقوق السياسية الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وحسب، بل أيضاً فرض تصور محدد للاقتصاد الفلسطيني يبعد عنه أولاً الأطر الدولية التي تعاملت معه، وثانياً يسعى لإيجاد اقتصاد تابع للاحتلال يعيق مجرد التفكير بالانفكاك عن هذا الاحتلال. ونحن نحتفل بالعيد الوطني 70 للصين، نحتفل أيضاً بالتجربة الصينية في الاستقلال والحرية والبناء والتنمية والنجاح. هذه التجربة وفلسفتها وأفكارها تشكل بحد ذاتها نموذجاً مهماً لكثير من الدول التي تريد المضي في التنمية وفق منظور لا يلغي واجبات ودور الدولة إزاء مواطنيها وشعبها، ومتزامن مع إطلاق إمكانيات وطاقات السوق واقتصاده. بمعنى آخر، فإن التجربة الصينية في النهوض
والتحرر والتنمية والاستقلال مع الانفتاح على العالم والمساهمة الفاعلة في مختلف الساحات الدولية السياسية والاقتصادية وجهود حفظ السلام تشكل نموذجاً آخر مختلف عن نهج الليبرالية الجديدة التي أخذت في بعض الحالات منحنى متوحش على حساب الفقراء والطبقات المهمشة. إننا في فلسطين نرى في هذا النموذج نموذجاً يقتدى، ونعمل لتفعيل دور الحكومة في إدارة الشأن العام وسد ثغرات السوق مع إبقاء المدى مفتوحاً للاقتصاد الخاص وللمبادرات الخلاقة والإبداع لدى الأفراد والشركات على السواء. وكل هذا في إطار استراتيجية نتبناها في الوقت الراهن، هي استراتيجية الصمود المقاوم. إن الصين الصديقة تقدم مساعدات متنوعة لشعبنا، منها ما هو في غزة، ومنها ما هو في الضفة، ومنها ما هو للطلبة، ومنها ما هو للفقراء، ومنها ما هو للبنى التحتية وإنشاء مناطق الطاقة الشمسية في بني نعيم. ونحن سعادة السفير معكم شركاء في مشروع طريق الحرير أيضا. لقد كانت الصين معنا في زمن استراتيجية الكفاح المسلح، ولعبت دورا مهما في دعم العملية السلمية التفاوضية وفي دعمنا في مرحلة تدويل الصراع، ونحن على ثقة أنها ستبقى معنا في هذه المرحلة الراهنة، مرحلة الانفكاك عن الاحتلال والصمود المقاوم. إننا ونحن ننطلق من أجل إنهاء الاحتلال وبرامج الاستقلال الاقتصادي والصمود، نفكر في سبل الريادة والتمكين والحوكمة الأفضل والتطور التكنولوجي، وهذا يجعل أنظارنا تتجه نحو نماذج تعتبر الصين في مقدمتها لما حققته أولاً من إنجازات عالمية مرموقة في الإدارة والتمكين والتكنولوجيا، مع الإيمان في الوقت ذاته بالتعاون مع شعوب العالم وبحق هذه الشعوب في الاستقلال والتنمية المستقلة بعيداً عن التبعية. ثم ثانياً، لأن الصين أيضاً تواجه محاولات تقويض مسيرتها الاقتصادية والتنموية، خصوصاً في مجال الاتصال والتكنولوجيا كما هو الحال في فلسطين التي تعاني من ذلك أيضاً. إخواني الحضور، إن الشعب الفلسطيني بما لديه من طاقات بشرية متميزة نفتخر بها، ينظر إلى آفاق الشراكة والقيام بدور فاعل في تنمية التعاون والمصالح المتبادلة بين الصين والبلدان العربية. وفي هذا الإطار فإننا نؤكد ترحيبنا ومساعينا لزيادة أنواع التواصل المختلفة بين الشعب الفلسطيني والصين، بما في ذلك افتتاح برامج التبادل الثقافي واللغات واستمرار البعثات التعليمية. وأشكر جهد أخي أبو مشعل عباس زكي على هذه البعثات المستمرة، وإننا ندعو إلى مزيد منها، ولإرسال بعثات رجال أعمال وبعثات تعليمية لبلدنا، وإلى قطع أشواط جديدة في التبادل التجاري والاستثماري وتنمية التعاون المشترك. إن فلسطين تقدر عالياً برنامج النقاط الأربعة التي بلورتها بكين في عام 2017، والتي تجسد الموقف الصيني الواضح وتلخص الشرعية الدولية والمنطق القويم، وتعزز حل الدولتين على أساس حدود عام 67، والقدس عاصمة لدولة فلسطين، وحق العودة للاجئين، ودعم مفهوم الأمن المشترك والشامل والمستدام الذي ينهي فوراً بناء المستوطنات الإسرائيلية مع تدابير لمنع العنف، والاستئناف لمحادثات سلام على أساس الأرض مقابل السلام، وعلى أساس إنهاء الاحتلال، وتنسيق الجهود الدولية لوضع تدابير لتعزيز السلام كما جاء في المبادرة الصينية. إن هذه المبادرة تلقى القبول التام من الجانب الفلسطيني، ونأمل أن نرى هذه المبادرة تتحول إلى مبادرة دولية
بما ينسجم مع المبادرة التي أطلقها الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. إلى ذلك نلحظ ونقدر الارتفاع في قيمة تبرعات الصين لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في العام الفائت، ما يسهم في قطع الطريق على محاولات القضاء على هذه الوكالة في إطار المساعي لتصفية قضية اللاجئين وإلغاء حقوقهم. إن الجهد الدولي في الشأن الفلسطيني نراه ضرورياً الآن أكثر من أي وقت سبق، لما تشهده المنطقة من تحديات وأخطار تهدد استقرارها واستقرار العالم ومصادره الحيوية، مما يفرض اتخاذ موقف دولي رافض لمحاولات تمييع حل مشكلات المنطقة وتأجيلها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام المشروع الاستيطاني الاحتلالي ليستمر ويتوسع. إن هذه المؤامرة سوف تسقط، وإن محاولات تحويل قضية فلسطين من قضية وطن وهوية وتقرير مصير وعودة لاجئين إلى قضية إنسانية إغاثية ستفشل أيضاً، هذا فضلاً عن ضرورة التصدي لسياسات تريد تقويض ما تم تحقيقه من تقدم في القانون الدولي ومنظماته منذ الحرب العالمية الثانية. سعادة السفير، أكرر التهنئة وأطيب الأمنيات بالعيد الوطني 70 لجمهورية الصين الصديقة، وأؤكد على الأمل والثقة باستمرار وتطور العلاقات فيما بين بلدينا. عاش الشعب الصيني، عاش الشعب الفلسطيني، عاشت جمهورية الصين، عاشت دولة فلسطين المستقلة، وشكرا. من أجل تعزيز الصداقة الفلسطينية الصينية، ومن أجل رفاهية الشعب الصيني وإلى الأمام، ومن أجل استقلال دولة فلسطين، ومعا نهنئكم وإلى الأمام. مبروك.